بدايه اعزائي ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ورد الينا، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الاعمال الانشائيه بمجموعه مشروعات الطرق والكباري في منطقه مصر الجديده. واوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس وجه بانجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط، وذلك لتسهيل الحركه ولرفع المعاناه عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديده، وذلك وفق اعلى معايير الجوده ومراعاه مواكبه التصميمات الهندسيه للمشروعات للطابع المعماري الحقيقي.